أود في بداية أن أوجه التحية والتقدير إلى دور الاتحاد العام للنقابات والمجلس على دوره الوطني والذي أعبر عن نفسه في العديد من المؤتمرات التي تلت ثورة 30 من يوليو، وكان الاتحاد دورا مهما في المطالبة بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية. السيدات والسادة، إن مجلس النواب القادم سوف يدخل مصر في مصاف الدول الديمقراطية بعد أن أنجزت مصر الاستحقاق الأول والاستحقاق الثاني من فارق المستقبل، حيث تم إقرار الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية. السيدات والسادة، إن أمام حركة العمالية المصرية في المرحلة القادمة العديد من التحديات، من أبرزها مشكلة البطالة وكيفية مواجهتها والحد من أسبابها السلبية على الشباب، وكذلك والتأمين الصحي وكيفية معالجة السلبيات، والتعليم وكيفية القيام بثورة لتطوير ليواجه روح العصر. إن شاء الله عمال مصر في وحدة دائما، عمال مصر اللي قبل حرب الصواريخ اللي كانت حرب الاستنزاف، عمال مصر اللي كانوا بيحموا الجبهة التحريرية في حرب أكتوبر 73، عمال مصر اللي بنوا الأهرامات، عمال مصر اللي شيدوا المدن